ما حكم قول الإنسان حصل هذا الشيء صدفة؟ ليس فيه شيء، لأن المراد حصل من دون ميعاد الله، مثل وافق فلان في الطريق سلم عليه ما وعده، وافق عند إنسان زاره ففرح به، ليس عن الموعد، الصدفة عن غير الميعاد، يعني حصل الشيء عن غير الميعاد بينه وبين زيد أو عمر أو فلان أو فلان، هذا معنى الصدفة، يعني من غير الميعاد. نعم، جزاكم الله خيرا.